عملية التكافل والتكامل في مجتمعنا تجسدت حضورنا الكريم على مر العصور بالكثير من الصور، وجاء ديننا الحنيف، ديننا الإسلامي الحنيف، ليضع لها القوانين والقوالب التي تحاكي الواقع المتغير بحالاته ومعطياته الاقتصادية والثقافية والمادية. وفي واقعنا اليوم تلعب المعطيات الاقتصادية دورا كبيرا في تشكيل المجتمعات وبنائها بناء سليما يضمن التعايش المشترك وجعل المسؤولية مسؤولية مشتركة. ولهذا العديد من الأوجه، أبرزها عنوان محاضرتنا هذا اليوم اللي هو الوقف الخيري. ما هو الوقف الخيري وما هي أوجهه وما هي أبرز المحطات التاريخية للوقف الخيري في مملكة البحرين، وما هي أنواع أموال الوقف الخيري في مجتمعنا، وما هي أيضا انعكاسات الوقف الخيري على مجتمعنا وعلى بنائه. أسئلة ستوضحها لنا الناشطة الاجتماعية والكاتبة الأستاذة نجوى عبد اللطيف جناحي، نحييها طبعا، من خلال محاضرتنا تحت عنوان الوقف الخيري وأثاره المرجو على الاقتصاد والمجتمع. نبتدي أستاذة نجوى في بداية الحديث، تعرفينا عن الوقف الخيري أو ما هو الوقف بشكل عام وكيف يمكن أن نتعرف على صوره وأشكاله. بداية أحب أشكر القائمين على هذا المركز الثقافي ويشكل صرح ثقافي تعتز بمملكة البحرين، وأشكر الزملاء القائمين على التنظيم وعلى رسم أستاذ عاصم اللي يمكن أتعبته شوي في متابعة تحضير المحاضرة. الحقيقة جهود طيبة وبرنامج موسمي جدا طيب، شكرًا عليه. شكرًا أخي يحيى على هذا التقديم، لكن اسمحوا لي أعزائي الجمهور، يعني أنا أبدأ حديثي قبل أن نتكلم عن الوقف الخيري، راح أبين نموذج معين في عملية الاستثمار. في هناك وقفت على إحدى المجلات الاقتصادية تبين أن في هناك سياستين في الاستثمار. السياسة الأولى ترتكز في، هي تسمى سياسة الطير، والأخرى تسمى سياسة السنجاب. سياسة السنجاب تتمثل في أن المستثمر يقتصر استثماره على بنفس طريقة السنجاب، بأن هو السنجاب طبعا شلون يعيش؟ داخل شجرة معينة اللي هو يقتات منها أو يتغذى عليها، هي شجرة البندق، وما يبتعد عن حدود هذه الشجرة على أساس ما يتعرض لمخاطر. ويجمع طبعا لأنه عنده بيات شتوي، فيجمع الغذاء أو المؤونة ويخليه داخل الشجرة، فبالتالي حركته تنحصر في هذا النطاق حوالين هذه الشجرة وداخل هذه الشجرة في موسم الشتاء. أما سياسة الطير فهو يوميا من الصباح يخرج للبعيد ليختار أفضل أنواع الفواكه أو أفضل أنواع الغذاء، فيحصل على هذا الغذاء ثم يعود لنهاية اليوم. طبعا لما يطلع للبعيد بيتعرض لمخاطر، مخاطر طبعا صيد، مخاطر أسهم، سهام الصيادين أو الطيور أي كان. إذن الآن الوقف الخيري في البحرين من خلال المحاضرة راح نشوف هل هو استخدم سياسة السنجاب أو استخدم سياسة الطيب. من خلال المحاضرة، على نهاية المحاضرة راح تقولون لي انتم بالضبط شنو السياسة اللي هذا سؤال الجمهور بعد آخر شيء إن شاء الله. إن شاء الله. على أساس تختارون شنو السياسة المستخدمة؟ نعم. طبعاً خلينا في البداية نحدد عما سنتكلم. راح نتكلم احنا عن الوقف الخيري. الوقف من كما تعلمون وحسب الشرع هو الحبس، بمعنى انه يخرج المال من ذمة الواقف او من ذمة الفرد الى ذمة الله. الوقف عندنا طبعا انواع، قد يكون هناك ذري اللي هو مأخوذ من ذرية، فيكون هو الموقوف عليه هو لابناء صاحب الوقف وذريته وإن عملت. أما الوقف الخيري فهو للمجتمع، وهذا هو موضوع حديثنا. فالوقف الخيري معناه أن المال يخرج من ذمة الواقف إلى ذمة الله،
ويكون منفعة ورائعة يعود على المجتمع في حسب ما يحدده الواقع. طبعا النقطة اللي أنا بقولها أخي يحيى، طبعا في البحرين الأوقاف كثيرة ومتنوعة، لكن تحكمها قضية معينة بموجب الشرع وهي الوقفية. يمكن في مقولة معروفة أو قاعدة شرعية حتى بعض العلماء اعتبرها، وقف الواقف كشرع الشارع. فمصدرنا لعملية تشريع الوقف بالدرجة الأولى هي الوقفية أو الأوقاف اللي حددها الواقف. هذا المحور الأول اللي هو التعريف بشكل عام، ولكن المحور الثاني أو السؤال اللي تراوح في بال الكل الحين، إن هل كان لدينا وقف في مملكة البحرين قبل وجود الإسلام؟ الحقيقة أخ يحيى لا، بحثت كثيرا هل في أوقاف قبل الإسلام؟ لا يوجد. شنو المراحل التاريخية اللي مرت؟ الحقيقة أنا بوضح نقطة، طبعا الأوقاف موجودة في جميع الأديان السماوية حتى الأديان غير السماوية. فجميعهم يعني هذه من الأسس، إحنا نقول المبادئ الموجودة في العقائد الموجودة في جميع الأديان. كثير من المجتمعات وجدوا أن عندهم أوقاف قبل الإسلام، أما في البحرين لم يقف الباحثين، وكان يمكن أبرزهم نستر الرحمن السامح وهو أحد المهتمين أو الباحثين في مجال الآثار، لم يعني أجزم في جميع أبحاثه أنه لا يوجد أي أثر في البحرين يدل على أن هناك عندنا أوقاف يونانية أو في عهد تايلس. نقدر نقول بدأت تظهر عندنا الأوقاف مع عهد الإسلام، تكاد تكون أبرز الأوقاف الموجودة هي اللي بجنبنا مسجد الخميس، أو اللي المركز هذي اللي بجنبه مسجد الخميس هو أول أثر ظهر كمصدر أوقاف. الأوقاف في البحرين مرت بعدة مراحل. في البداية طبعا كانت الأوقاف هي المتولي الوقف. المتولي الوقف طبعا الواقف لما يقف يروح يحدد من هو المتولي أو المسؤول عن الواقف، ويظل هذا الوقف في هذه في يد المتولي، ومع موت أو وفاة المتولي الوقف ومع مرور الزمن تضيع هذه الأوقاف ولا يظهر لها أثر. لذلك في سنة 1926 أصدر الشيخ عيسى بن علي إعلام لعموم السنة ولعموم الشيعة، كان هذا في عهد المستشار بلغريف في نفس التوقيت في نفس الفترة اللي ظهر فيه تنظيم الجهاز الحكومي أو بداياته في البحرين، أصدر إعلان أن كل اللي عنده أوقاف بهذه اللفظ يروح يسجلها في سجلات موجودة عند القضاء. قلنا بداية توثيق هذا الشيء بالضبط، هي أحسنت بالتوازن مع انطلاق تنظيم الحكومة وتنظيم نعم. في هالفترة بدأت عملية توثيق له، نقدر نقول هي بداية عملية التوثيق. فكان طبعا لما وأعطاهم مدة محددة يسجلون فيها، وحتى حدد فيها في نص الإعلان حدد فيها عقوبة، فراحت بدأوا عملية تسجيل الأوقاف. حددوا في يعني شخص قاضيين، قاضي تسجيل الأوقاف السنية وقاضي تسجيل الأوقاف الجعفرية، كان أحمد العلوي، الشيخ أحمد العلوي في الجعفرية، وأحمد المهزع بالنسبة للسنية. وبدأت عملية فعلا تسجيل الأوقاف، لكن أيضا ظلت اكتفت فقط بعملية التسجيل، لكن في ذاك الوقت ما كان في توثيق أساسا لأماكن العقارات أو العناوين. يعني يروح الوقفية، لما طلعت العديد من على كثير من الوقفيات أو سندات الوقف في ذلك الوقت، يعني يقول لك المزرعة أوقفتها، يحدها من الشمال نخل فلان، ومن البيت من الجنوب بيت فلان، ومن طيب مع الفترة مع الزمن هذه العنوان ضاع، لأن هذه المعالم نفس المنطقة تغيرت، وهذه أدى أيضا إلى ضياع الأوقاف. فظل الإشراف على الأوقاف ومتابعتها في يد قضاة الشرع وتناقلوها إلى حد تقريبا في حوالي مع بدايات الستينات، راح مجموعة من الناس أو من الأهالي
طالبة وأن تنتقل الأوقاف إلى إدارة شأنها شأن باقي الإدارات أو الدوائر اللي داخل الوقت ظهرت في البحرين. كان في عندنا ما كان في وزارات، كان في دوائر مثل دائرة المعارف، دائرة الصحة، دائرة، وظهرت دائرة الأوقاف في ذاك الوقت. فطالبوا الأهالي أن تنتقل الأموال لأن كان أيضا لاحظوا أن في هناك في تقصير في الإشراف على الوقف. تنتقل إلى الأوقاف وهني إلى إدارة الأوقاف. وهني أنا استوقفتني أو تحضرني قصة أثناء البحث، قالوا لي أن هذه أردت أن أثبت هذه المرحلة، بغيت أن أصل لهذه الرسالة اللي هي توقيعات الأهالي بمطالبة انتقال الأوقاف. فخبروني أن الشخص اللي كان يجمع هذه التوقيعات شخص ينقال عبد الله بن عيلان. فلما سألت عبد الله بن عيلان يطلع من جدي وامي، فقلت وصلت قريب. فرحت سألت الأهل وين أوراق يعني جدي، فقالوا لي الأهل سألي الخالة الفلانية هي عقب ما توفي يدي خذوا الكتب أو أوراقه. كان يطوي الأوراق، يحفظ أوراق أنه يطويه ويخليه داخل الكتب. سألت رحت حق الخالة الفلانية، يا خالتي وين الأوراق يدك؟ قالت لي انتي طلعتي على يدك يا معقرنطيس، قضيناهم فوق السطح وأوراق وكتب. فالإشكالية أن تكمل في كتابة التاريخ. قلت يا أما لا تكتب تاريخ، يعني نحن أما لا توثق تاريخها حقيقة. في هذه المرحلة طبعا انتقلت الأوقاف لإدارة لتنظيم إداري هي إدارة الأوقاف السنية وإدارة الأوقاف الجعفرية. طبعا كان معروف أن أول من تولى استاذ في أي فترة بالضبط؟ في بدايات الستينات، في هذه المرحلة. مع أواخر التسعينات بدأت تظهر بوضوح انتقال إشراف الأوقاف لمنظمات المجتمع المدني، فبدأوا الواقفين يولون منظمات المجتمع المدني للأوقاف إنه يدير عملية الأوقاف. فبدأ هناك أيضا أو جهة جديدة ما تقوم بعملية الإشراف المباشر ولكن عملية المتابعة وكأنها دور متولي الوقف. أنا أقدر أقول إن في هناك في الأوقاف مرحلة انتقالية وهي مرحلة توثيق الأوقاف. لما كنت عند فترة الرسالة كان في هناك مدير الأوقاف خالد الشومي، أستاذ خالد الشوملي الله يمسيه بالخير، ولا زلت أذكر جهده بالخير. كانت الأوقاف الوقفيات موجودة في كوارتين، وثائق الوقف موجودة بشكل مكدس في يعني بدون عملية تنظيم. بدأ في عملية كل وقفية كل ورقة يروح عملية توثيق لها في الأوقاف بحيث تأخذ لها رقم وتأخذ لها وتحدد محللها ومعالمها. وبذي الطريقة نقدر نقول انتقلنا لمرحلة نقلة تاريخية هي نقلة توثيق الأوقاف وتحديده. طبعاً دخول المجتمع المدني أدى إلى تغيير في هوية الأوقاف أو في طريقة التعاطي معها، يمكن نذكرها لاحقاً راح نبينها في يعني احنا نقدر نقول تلخيصا بخصوص النقطة الأخيرة وايد مهمة، أن دخول المجتمع المدني في هذا المجال كان الانتقالة التاريخية لتوثيق الأوقاف في المملكة. نعم، أنا معلش اسمح لي أخي يحيى أن أرجع لتاريخ الأوقاف قديما في البحرين. البحرين يعني تميزت بتنوع الأوقاف عندها، ما كانت فقط تقتصر على مباني أو بيوت، كان عندنا مصايد سمك، عندنا مزارع، لأن البحرين فيها أساساً ثروات. في مزارع، مصايد سمك، عيون مياه، يمكن أشهرها عيون قريبة منا عين عذاري. هذه المنطقة مليئة بالأوقاف المفارقة، يعني وانا جاي على طريق كنت أمر عليك، كنت يعني أثناء الدراسة كانت معظم الدراسة على هذه المنطقة، لأن تميزت هذه المنطقة بكثرة عيون المياه. في عين القصاري، عين عذاري، وهذه عيون مو بس أوقفت العين، كان توقف أراضي ومزارع على هذه العين، بحيث أن ريح هذه المزارع يتخلي صيانة هذه العيون. وفي هني بجنب مسجد الخميس كان في مزارع لحمقان
اللي حمقان وفهمان اثنين من التجار اللي لهم علاقه بالصين، بس تجار الصين اوقفوا مزارع على مسجد الخميس، بحيث ان ريع هذه المزارع تعود لصيانه مسجد الخميس. ففي تنويع في الاوقاف، هو جزء موقوف لذاته وموقوف على شيء اخر، على موقوف على الوضع. خصوصا ذكرت لنا اسامي من الاشخاص كان لهم دور كبير في مجال الاوقاف، يوقفون اراضيهم او مزارعهم. هل ممكن يعني انا سويت رواتب الحين انه يكون الوقف فردي من شخص معين هو يوقف بيته ولا يوقف مزرعته، ولا ممكن يكون مجموعه اشخاص تشاركوا او اصلا بيته او المزرعه كانت شراكه بينه وبين اخوانه ولا يتفقون انه يكون الوقف جماعي ولا فردي؟ شنو الفرق بينهم؟ اعتقد ان منبع سؤالك صريحي، لان انتم الشباب دائما تسمعون المجتمع المدني يطرح صكوك اسهم للاوقاف، وهذه هو النقطه اللي تفضلت بها، هو الاسهام الفعلي اللي اسهم بالمجتمع المدني في تغيير طريقه الاوقاف. في السنوات اللي راحت الى حد اوائل بدايه التسعينات او اواخر التسعينات، كان عاده شخص واحد كل عنده خير يوقف قطعة عقار واحدة، مثل ما قلنا عين، مصير سمن، مصير حضرة، أي كان، أو فيوقفها على عمل خيري. مع ظهور المجتمع المدني والانتقال وتبادل الخبرات الموجودة لدى المجتمع المدني، أظهروا فكرة الوقف المشترك. حددي أستاذ المجتمع المدني تقصدين شنو بالضبط؟ الجمعيات. عشان تكون واضحة يعني. نعم، المجتمع المدني هو الجمعيات. نحصل بها الجمعيات. يعني بعد 2000 يعني. طبعا الجمعيات موجوده قبل 2000، ولكن بدات قوتها مع ظهور العقد الاصلاحي في وبدا اسهامها الحقيقي، لذلك نبدا نشوف حتى قوه الحراك الاقتصادي عندها او الحراك المالي بدا في هذه المرحله. اتفق معك. موجوده لكن ما كانت منظمه نفس الوضع الحالي. لا، ما كانت بالقوه، ما كان عندها الصلاحيات الكافيه، ما كان عندها وان كان دعم لهذه الجمعيات الاهليه اساس انها تقوم بدورها بشكل صحيح وتفيد المجتمع نفس ما فادت مجال الاوقاف. نعم، طبعا هذه الجمعيات موجوده من سنه 56 بشكل منظم، لكن بدا الحراك الاجتماعي او المنظمات المجتمع المدني او الجمعيات والانديه، طبعا نقول احنا منظمات مجتمع مدني لان تشمل جمعيات وانديه ومؤسسات خيريه كلها في مجملها تاخذ هذا المسمى، بدأت تظهر مع ظهور العهد الإصلاحي لما حصلت التمكين الكافي للقيام بدورها، لذلك حتى بروزها في الجانب أو تأثير هذه التمكين في جانب الأوقاف نجده بشكل واضح. المنظمات المجتمع المدني أو الجمعيات بأنواعها بدأت تطرح الوقف المشترك. الوقف المشترك شنو؟ إنه مبنى تقرر الجمعية تبني مبنى أو يكون تشتري مبنى وتصككه لأسهم، مجموعة أسهم قد يكون يصل سهم حتى قيمة 10 دينار، فكأنما يشترك مجموعة في شراء وقف معين ويوقفه للجار. الأسهم مفتوحة حق الكل، مسموح لأي شخص إنه يشارك فيه ولا يكون محدد لجهات معينة أو فئات معينة؟ لا، الممارسة الموجودة من خلال تتبعي للحراك الموجود سواء كانت بالدراسة الماجستير أو من خلال حتى طبيعة عملي، الملاحظ أنه متاح للجميع سواء مواطنين أو مقيمين، كأنما الجميع يسهم في عملية لحقق صفة الوقف الجماعي أو الوقف الجماعي. هذه الفروقات بين الوقف الفردي والجماعي سواء لكن الحديث جرنا للوسائل وسائل هذا الوقف والاستثمار في مجال الوقف، ما هي شو المقصود باستثمار في مجال الوقف؟ نعم. غير أيضا الوقف هنا شو الفرق بينهم؟ بين أنا أوقف وقف مثلا مزرعتي ولا بيتي، ولا أن أنا أستثمر في مجال الوقف؟ هذا بيجرنا إلى الوقف المباشر وغير المباشر في في القديم كان دائما الوقف يوقف طبعا على مستفيد معين، خلينا نقول أيتام أو أرامل. الاستفادة تكون مباشرة، يعني الواقف يقف يقول أنا هذه المبنى أو هذا البيت أنا خاصة يستفيد منه الأيتام، فيروح متولي الوقف يسكن فيه أيتام أو يسكن فيه أرمارة، فتستفيد فيه بشكل مباشر. مع أواخر التسعينات، مع بداية العهد الإصلاحي، نقدر نقول التزامن أو هذا الربط اللي تفضل
استاذنا فعلا بدأنا نشوف صورة أخرى وهي الوقف الغير مباشر، أن يستثمر الأوقاف تدخل عمليات استثمار هو إيجار أو ودائع بنكية أو أي نوع من أنواع الاستثمار، وريعة الريع يروح يصرف على الأيتام أو يصرف على حسب الوقفية أو حسب ما حدده الواقف في وقفيته. لو ممكن يعني تعطينا مثال على الوقف المباشر في البلاد، وش الفرق بينه وبين غير المباشر؟ مثال على اساس نوضح اكثر. نعم. مثال احنا عندنا معروف ان تعرفون البيوت الموجوده في سوق المحرك، المنطقه هذه تشمل معظم البيوت فيها اوقاف كانت توقف على محتاجين او فقراء، يروحون متولي الوقف يشوف من عنده فقير يخليه يسكن فيه او يدفع ايجار رمزي للصيانه، وبالتالي الوقف المباشر من سلبياته البيت يقدم ويحتاج لصيانه وما يحصلون مصدر لصيانه هذا الوقف، وبالتالي يؤدي الى ضياعه. ويمكن لو تروحون ذي المنطقه تشوفون هذه الاوقاف شلون، او المباني في يعني حاله. نعم. لذلك احنا يمكن قلنا في بداية المحاضرة ان كان توقف اوقاف على موقوفي او على وقفيات ثانية، يعني في على مسجد الخميس في اوقاف لصيانة مسجد الخميس. فكان هذه احد سلبيات الوقف المباشر. غير المباشر يمكن اشهر عندنا مجمع الحنينية. مجمع الحنية او اول من اوائل اللي بدأوا الوقف غير مباشر، مجمع مجموعة مباني تبنى تؤجر بسعر السوق، يعني تصل ايجارات يمكن لألف دينار، ما هي شيء خيري ولكن عملية استثمار. ريعة بعد ما تنفق هذه يعني تستبعد المبالغ لصيانة الوقف ولإدارته، صافي الربح تحال إلى المستفيدين. فإذا كان مثلا الوقف أوقف على فقراء أو أوقف على أيتام أو أوقف على مسنين أو أي كان، فتصرف هذه المبالغ على احتياجاتهم بشكل غير مباشر. نعم. سو شنو أنواع هذه الاستثمارات غيرها، يعني طريقة استثمار أموال غير المباني؟ طبعا تقصد البحرين صار يحيى؟ لا. الحقيقة أنا قمت بعملية بالدراسة في عام 2001 ولا زالت اتوقع يعني من خلال تتبعي للموجود الان في الساحه، لا زال الاستثمار طبعا في هناك عده ممارسات للاستثمار، منها الودائع البنكيه توضع المبالغ على اساس ان العائد منها البنك يستثمرها والعائد منها، في الايجار طبعا، في عندكم بعض الانشطه التجاريه المحدوده جدا وقليل من الأسهم والسندات تكاد لا تكون نسبة، لكن النسبة الرئيسية بالدرجة الأولى اعتمدت على الإيجار، أن المبنى يؤجل على العقار، استثمار العقار. المفاجأة اللي بالنسبة لي أجريت دراسة في مجال آخر للمجتمع المدني اللي هو في مجال التعاونيات، وجدت ان الجمعيات التعاونيه المسجله هي جمعيات استهلاكيه عدلت عن الاستثمار بالسوق الاستهلاكي الى ايضا للايجار بنفس النسبه ونفس النتيجه. يمكن السلايد الموجود هنا يبين لنا النسبه، 94% من اموال الاوقاف تستثمر عن طريق الاستثمارات والباقي الاستثمارات العقاريه. طرحت السؤال كباحثة، يعني طيب ليش دائما يلجؤون؟ من خلال التحليل لعدة أسباب جدا تشكل بالنسبة لنا مسلمات، أنه ما في جهد إداري، هذه نقطة. شيء ثاني، ما في ريسك، ما في مخاطر، ودائما القائمين على الأوقاف أو على أموال المجتمع المدني بأنواعه يميلون إلى الاستثمار الآمن. دورة رأس المال في البحرين للعقار 10 سنوات، فهو خلال 10 سنوات مرجع رأس المال. طبعا الاستثمار الإيجار له أنواع وله صورة، منها أبسطها إما يأجر العقار نفسه أو إنه هو يأجر الأرض نفسها فاضية، شخص يبني عليها
ثم تعود الملكية مرة ثانية أو هي أوريدي ما انتقلت الملكية، ثم تكون الملكية بعد انتهاء مدة العقد بالمبنى اللي بنى عليه ترجع للجهة اللي تشرف على الوقت اللي هي إدارة الأوضاع. احنا نقدر نقول إن تركز في الفترة الأخيرة غير مباشر على الاستثمار في مجال استمرارية الدخل نفس العقار وغيره. نعم. يضمن استمرارية الدخل على أساس إنه يستمر هذا الأجل ويستمر هذا الوقت إلى حتى بعد وفاة الشخص. بالضبط. بس هذا هذا الحديث المفصل عن الوقف ومجالاته وتاريخه نفس ما استعرضناه منذ قليل، كيف ينعكس على واقعنا اليومي من ناحية اقتصادية ومن ناحية اجتماعية؟ شلون إحنا ممكن نستفيد منه في واقعنا اليومي؟ حقيقة قمت بعملية تحليل الوثائق الوقفية الموجودة في البحرين. قدرنا نقدر نجمل تحليل هذه الوثائق الوقفية واللي يمكن هي تكاد تكون من المرحلة التاريخية حتى ما قبل الستينات إلى عصرنا هذا، ممكن نجملها في 4 أو 5 مجالات ما تتعداها. الرعاية الدينية، ونقصد بالرعاية الدينية المساجد، الحسينيات، المقابر، طبعا الحج، العمرة، كلفة الحج، العمرة أو غيرها من إفطار صائم تدخل فيها، ممكن حتى اللي هو الكفاءة أو القائمين على زكاة الفطر مثل هذه الأشياء. في نقطة أنا بوضحها، كنت في لقاء من يومين أو مع زميل من إحدى الجمعيات يقول لي إحنا نصرف على الحسينية في 10 أيام حوالي 25,000 دينار. فكنت أقول للعبادة كلفة، العبادات لها كلفة. الآن المسجد صيانته، شركة التنظيف، الإجر إجرة متولي المسجد أو الشخص القيم على المسجد، كل هذه له كلفة. طبعا غير التأثير، غير البناء، طبعا إذا ما تكلمنا إحنا عن البناء، إذن مباني العبادة أيضا لها كلفة. طبعا الحج، العمرة، كل هذه لها كلفة، فبالتالي دائما تغطى هذه كلفة العبادات من الأوقاف. ومعظم الأوقاف، معظم الواقفين على مر العصور يميلون للوقف في مجال على الرعاية الدينية. وقفت في إحدى الدول الناشئة، كانوا يقولون كثير من الأوقاف تجينا من برا يوقفون عندنا في بلدنا. فسألتهم من خلال يعني اللقاء اللي كان موجود، قلت لهم أكثر شيء الأوقاف تركز على شنو؟ قالوا كلها مساجد. وكأن الواقفين في كل الأزمان في كل الدول يميلون يجدون أو يطمئنون أن هناك أكثر أجر للرعاية الدينية. فكانوا يقولون لو هم يوقفون مشاريع تنموية أخرى إحنا بحاجة لها أكثر من فقط اللي هو أماكن العبادة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا، يعني إحنا ممكن نصلي في أي مكان، ما يشترط أن يكون لنا مبنى للعبادة. ومع ذلك أكثر كلفة العبادة تروح، أكثر المجال الأوقاف تروح للعبادة. في نقطة أيضا من ضمن الرعاية الدينية تشمل أيضا المقابر. إحنا هي ما نحس بمشكلة كلفة دفن الموتى. في دول كلفة دفن الموتى يقولون لك أكثر من حتى كلفة الزواج، يعني الشخص يجهز حق وفاته أكثر ما يجهز حق زواجه. احنا هني مقفولين من الاوقاف، سواء كانت الارض او صيانة المقبرة او حتى تجهيز الميت ايضا له. نعم، تجهيز القبر ايضا. ممكن مداخلة بسيطة، يسوون المساجد لتخليد لاساميهم يعني مع التاريخ مع الوقت. نعم، بس يعني على اساس الفكرة لا تروح. نعم، شكرا جزيلا. بس هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي موجود من الوقف، نريد أن نتعمق فيه أكثر ونتعرف شلون فعلا قاعد ينعكس الوقف على تطوير مجال الاقتصاد ومجال المجالات الاجتماعية أيضا في حياتنا اليومية.
اوكي ادري انا قبل لا ندخل الجو الاقتصادي انا بي يعني اوضح ان مجالاتي واقعية لما تركز على الجانب الحيواني بالتالي احنا الاسهام بالعملية الاقتصاد يطرح سؤال نفسه الى اي مدى تكون عملية الاسهام يمكن الاحصائية اللي قدامنا تبين ان الرعاية الدينية تاخذ حوالي 66% من ايرادات الاوقاف الرعاية الأسرية 25% التعليم 5% الصحة 1.45 يعني 1.5 أقل شيء مع أنها يعني في بعض الأحيان الرعاية الصحية أكثر في بعض الدول في نقطة أبي أوضحها وهي يعني تشكل مفارقة عندنا في ممارسة الواقعين لذلك أنا حطيتها بالإحصائية مع أنه دائما احنا الباحث اذا وجدنا في شيء زيرو خلاص ما نذكرها عرضا ضمن البحث وهي دعم المهن والثروات ما في اي وقفيه وقفنا عليها او حسب تحليل الاحصائي اللي وقفنا لدعم المهن في حين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء لشخص يتسول ناداه وقال هات لي راس فاس وهات لي خشبه وقال اذهب واحتضن فدعم أداة المهنة كان المفروض تمشي الإحصائية تمشي بال يعني بالعكس اللي هو دعم المهنة على أساس إنه ما تحتاج لنا بعدين هاي الأشياء أحسنتم فبالتالي ما بنحتاج ل تسول احنا نقول إن تكون المناطق المجتمعي يغذي نفسه بنفسه أنا في نقطة صديقي بوضحها في الأصل في المجتمعات ان الاوقاف هي اللي تكون مصدر لتامين كل الخدمات سواء كانت الصحه والتعليم الخدمات او الخدمات اللي تقدمها وزارتنا لرعايه المعاقين المسنين الاصل هذه كلها مصدرها الاوقاف ليش لان الاصل المجتمع هو اللي يكفل نفسه فالواقف يوقف على هذه الاحتياجات لاحظنا نفس ما حط اخواني ان النسبه للرعايه الدينيه وايد اعلى من النسب اللي ممكن يحتاجها الشخص في حياته اليوميه في الصحه والتعليم والى اخره. انتهينا من النقطه في بعد في شيء معين في مجالات الوقف. نعم اللي ابي اقوله احنا ممكن ينقلب الهرم لو ركزنا على دعم المهن واوجدنا مشاريع مدره مثل المصانع مثل خلينا نقول دعم ادوات الصيد لان احنا دوله بحريه ممكن ينقلب الهرم فبتكون حتى فرص العمل تزيد وحتى المجتمع بعد الانعكاس يكون اكبر على المجتمع توفير فرص عمل نفس الفضائل ايضا المردود يكون اعلى ويكون اكبر لان في الاستثمار في المجالات الاخرى تعطي وتدر اموال اكثر من مجال الصحه توفير مستشفيات توفير موظفين والاخر حتى المجالات التجاريه ايضا وبالتالي بيقل عدد المحتاجين وبالتالي بتقل نسبه الرعايه الاسريه وبتقل نسبه المساعدات اللي يكفلها المجتمع المدني. مقارنه بالوظائف الشاغره اللي ممكن تكون في المجتمع المجال الديني جدا قليله مقارنه في مجال الصحه. اكيد طرح فرص العمل. عفوا المقاطعه ضمن المستشفى ومركز صحي عدد الموظفين ممكن يكون اللي يستفيدون من هذا الرأي من رأي الموضوع اكثر من بناء مسجد او بدون تقليل في اهميه اي جانب على اخر بالعكس يعني. نعم هو الحقيقه كل مشروع لازم يحتسب احد معاييره بعدد فرص العمل اللي يطرحها وبالتالي فرص العمل مرهونه بالعائد كم العائد اللي ممكن يعول عليه من خلال هذا المشروع الاستثمار. نعم. اذا النقطه اللي بتوسع فيها بشكل اكبر بعنوان محاضرتنا الدور الاقتصادي والاجتماعي المرجو من الوقف. نعم. شلون ممكن فعلا ينعكس الوقف على حياتنا اليوميه وعلى تطوير المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي؟ نعم الحقيقه الاوقاف اذا لا زالت يعني تعتمد على انها تستخدم وسائل استثمار محدوده بالتالي اسهامها في الاقتصاد راح يظل ايضا اسهام محدود. لذلك علينا ان احنا الان وفي ظل الأزمة الاقتصادية علينا أن احنا ننظر للاستثمار الأوقاف نظرة جدا مختلفة. الوقف دائما يكون مثل الكنز المكنون وما تظهر أهميته إلا وقت الأزمات الاقتصادية.
إذا تتبع تاريخ الوقت دائما ينشط دوره ويبرز تبرز أهميته مع ظهور الأزمات الاقتصادية أو في أوقات الحروب أو في أوقات الكوارث، وكأنه مخزون للشعوب. هذه من خصائص المجتمعات، مو بس فقط المجتمعات الإسلامية، حتى ممكن تطلع على كل المجتمعات غالبيتهم بالديانات المختلفة نشوف هذه الخاصية. نجد أن الناس لا تلتفت للوقف لفترة الرخاء وتعود للوقف مرة ثانية لتحديد وقت الأزمات الاقتصادية. لذلك أنا أعتقد الآن هو الوضع الأمثل للالتفات للأوقاف في البحرين. وإن كنت أتمنى من الفترة اللي راحت، طبعا كانت الدراسة عملتها من أو بدايات الدراسات اللي كنت أعملها من 2000 لسنة 2000 أو بداية اهتمامي بالموضوع في ذاك الوقت، كانت بدايات قرع إنجاز أجراس الأزمات الاقتصادية في صورها المختلفة. تعرفين بدأنا إحنا الخليج ندخل مرحلة حروب، وطبعا نظن دائما الحروب بالأزمات الاقتصادية من السبعينات، لكن بدأت ترتفع مع يعني نطلع من حرب وندخل في حرب إلى مرحلة في مرحلة الألفينات أو بدايات الألفية. في هذه المرحلة كان مفروض خلاص يقرع جرس أن لابد من الالتفات للأوقاف، أما الآن أصبح الأمر واقع. نسهم فيه علينا أن احنا ننظر للأوقاف بمنظور جدا مختلف. طبعا احنا الأوقاف حاليا مثل ما قلنا ما هي إلا المباني نؤجر. الآن بدأنا نفكر أن احنا نطلع بمنظومة جديدة أو وسيلة استثمار جديدة واللي هي المجمع التجاري. يمكن أعتقد سمعتوا عن المجمع حالياً، أخوني ساعدنا يبنى قريباً صوب القضيبية، راح ينشأ مجمع تجاري تنشئ الأوقاف. فبدأت تدخل في وسائل تجارية في عملية الاستثمار بالعائد، يعني حق العائد يكون على بظله هو وقف غير مباشر، لكن علينا ان احنا نفكر في مستشفيات وقفية، مدارس وقفية، وسائل استثمار وقفية. الآن المستشفيات الآن كلها حكومية، انتم عارفين الآن احنا على أبواب خصخصة التأمين الصحي، بندخل على التأمين الصحي. الآن أصبح ضرورة أن تكون هناك مستشفيات وقفية. نموذج المستشفى الوقفي أو أي مدرسة وقفية أو أي مؤسسة خدماتية وقفية نموذج جدا بسيط، أن إدارة الأوقاف تبني المبنى وتستعين بمختصين يقومون بعملية إدارة هذه المستشفى أو المدرسة. العائد الربح يكون للتشغيل. عارفين الإشكالية تكمن في وين؟ في التشريع. لا توجد تشريعات أو لا يوجد تشريع حتى الآن يؤمن لنا هذا النوع من المشاريع الخيرية أو الوقفية. شو الحل عشان يكون عندنا تشريع وقانون في هذا المجال؟ لابد من إعادة النظر في التشريعات في هذا الموضوع، تشريعات الأوقاف. يعني الأسبوع اللي فات كنا في بريطانيا، عندهم نموذج اللي هو المحلات التجارية الخيرية charity shops، وبالتالي كل مؤسسة خيرية ممكن أي نشاط استثماري ممكن أنه يكون charity. الفرق بينه وبين المحل التجاري العادي وبين المحل الخيري العادي ان صافي الارباح تعود على المؤسس، في حين ان الخيري يعود للمؤسسه نفسها وبالتالي تغذي نفسها بنفسها. تكون اقوى تستمر بشكل نعم. حقيقه كثير من الحالات تيني ما يريدون انهم يريدون انهم يأسسون دي نوع من الانشطه، لكن السجل التجاري الى الان لا يؤمن هذا النوع. في احد المخارج يمكن عندنا نموذج مدرسه كانو المفارقة، ترى احنا واحنا في كانو المركز يعني تحضرني العديد من الامثله الاوقاف اللي لها علاقه بالمدرسه. كانو تشكل اول مدرسه خيريه. ليش؟ قامت بطريقه جدا ذكيه واوجدت المخرج التشريعي من بنفسها. نظام سجلتها كسجل عالي كمدرسه خاصه عاديه، لكن في النظام الاساسي ان الربح ما يعود على المؤسسين، عندما يعود على المدرسة نفسها. المدرسة توفر في مجالاتها وتضمن استمرارية العمل.
بالضبط، سواء كان تأمين رواتب أو توفير احتياجات، وهذه أيضا يعتبر عمل خيري للتعليم نفسه، يغذي نفسه بنفسه. فإذا نحن لابد من احنا نعيد النظر في المنظومة التشريعات، ولابد نعيد النظر في الواقفين أيضا المشرعين أو فقهاء الدين عليهم أنهم يعيدون النظر في الفتاوي. الآن استبدال الغرض من الواقف، طبعا أنت الواقف لما يقرر أنه موقوف على مسجد أو مثلا وقف لصالح مسجد، ما يقدر الفقيه أو المتولي الوقف يغير الغرض. لكن في مخرج شرعي وأوجدت مجمع الفقه الإسلامي، إذا وجد ولي الأمر أن حاجة الناس في هذا التوقيت لهذه الحاجة الشك الحاجة أمس، من حق ولي الأمر أنه يعطي رأي آخر أو يغير أولوية على حسب وضع المجتمع. نعم، قد يكون حاجة المجتمع في وقت الواقف، خلينا نقول قبل 50 أو 60 سنة، أن يكون مثلا خلينا نقول على الصحة، في هذا التوقيت عقب 50-60 سنة تغيرت الحاجة في المجتمع وصارت الأولوية خلينا نقول للتعليم. فإذا هذه من يقدر حاجة المجتمع، ونية الواقف الأصل هي مساعدة الناس. فلو كان الواقف هو موجود وحي كان بنفسه راح يغير. إذا هي باب الاجتهاد في التشريع في الشريعة أيضا مفتوح. فإذا علينا نحن نعيد النظر في اجتهاداتنا الفقهية، نعيد النظر في تشريعاتنا المدنية، ونعيد النظر في التوعية للشارع نفسه، فنحن نوجد نموذج لمشاريع تنموية تخدم المجتمع. يعني خلنا أقول لكم، إلى الآن لا زالوا الأراضي اللي يستصرخون إن إحنا نسميهم كبروت مجتمع مدني السنجل، إن مو بسهولة نقدر نقدم حق طلبات إسكان أو المطلقات. طيب هذه من يأمنه؟ الأصل إنه الأوقاف. في عندنا أوقاف بيفترض أنها تؤمن هذه، فلنوجد مشاريع لمثل سكنية لمثل هذه الفئة. كذلك أيضا عندك لدور المسنين، أنتم عارفين نحن في البحرين مجتمع شاب، مجتمع فتي، شريحة المجتمع بالدرجة ترتكز أكبر نسبة من الشباب، والنسبة قليلة من الأطفال، والنسبة قليلة من الشيوخ. بعد 30 سنة راح تغير المعادلة، شريحة الشباب راح يصيرون شيوخ والأطفال، وليه الشريحة الأقل راح يصيرون أهم الشباب. شريحة الشباب هي اللي تعول الشريحتين، الأطفال والمسنين، فبالتالي العبء راح يزيد عليهم. فإذا لو من خطط استراتيجية، وفعلا اللجنة الوطنية للمسنين تعمل على وضع خطة استراتيجية بحيث أن تؤمن دور للمسنين، تدعم الشباب بمساعدتهم في كفالة المسنين في السنوات القادمة. ويمكن تسمعون كثير بدأت تطلع عندنا أندية نهارية للمسنين، أندية إيواء، وكانت ثقافة مجتمعنا لا تقبل إيواء المسن خارج أسرته، إيواء المسن في داخل أسرته. لذلك ظهرت مشاريع دعم الأسرة لإيواء المسن، اللي هو المساعدة الرعاية المنزلية لداخل المسن. فالأوقاف عليها أن يتركز في مثل بحسب حاجة المجتمع، سواء للفئة، فئة مسن أو أطفال أو معاقين أو أي إمكان أو أي فئة ضعيفة، أو حتى شباب كفرص عمل. يعني كنا نتمنى نشوف مصنع أنسجة أو أنسجة وملابس في بعض الدول يكون واقفي، مو بالضرورة أن يكون الربح يكون للمؤسس، ولكن يعول على المشغل نفسه. خلينا نقول مشغل أنسجة وملابس، أو إحنا بلد فيها صيد، لا ننتج مصانع صيد أسمه، ممكن يوفر فرص عمل أيضا ويطرح فرص عمل. يعني لو نوجد بالأوقاف توجد بس مصنع لحفظ الأسماك والاتجار بها، كثير منها إحنا بحسب احتكاكنا كلنا نعرف تنباع خارج البحر لأن السوق ما يتحمل. فلو وجدت مصانع خيرية لتجفيف هذه الأسماك أو الربيان أو غيرها من الثروات البحرية بحيث يستفيد منها الصياد وتدعمه في مهنته وتعطيه فرص عمل، حتما راح يكون العائد أكثر ما لو أوقفنا فقط على دور العبادة. شو ممكن مجالات أخرى للاستثمار في هذا المجال؟ مثلا مشاريع مختلفه، يعني الحين تطرقنا لموضوعين، موضوع اللي هو تنفيذ مشاريع تنمويه في
في المجتمع وايضا مجالات استثمار جديده مثل ما تفرغت لها. نعم. الحقيقه سوق البحرين لابد انها يعني بحسب توجيهات القياده او السياسه الموجوده في البحرين، سياسه الانفتاح الاقتصادي، فاحنا الانفتاح على السوق الخارجيه والتعامل مع السوق الخارجي، استثمارات خارجية والتعاون مع المستثمرين الخارجيين حتما راح يسهم أكثر في عملية تنمية الوقف ومصادره وإيراداته وإيجاعاته. إحنا سوق البحرين الأستاذ يحيى مفتوح للاستثمار مع الخليجيين وغير الخليجيين، فبالتالي فرص الاستثمار كبيرة جدا، ناهيك عن موقعنا الاستراتيجي. كمان كلنا نعرف من خلال موقعنا الاستراتيجي احنا في منطقة بين الشرق الأقصى، حركة الهند التجارية والصين وغيرها طبعا من دول الشرق الأقصى، علاوة إلى منطقة ما بعد البحر المتوسط. هذه الموقع يأمن لنا حمل حركة استثمار غير عادية، فرصة قوية للمستثمرين. نحن نفتح آفاق الاستثمار في الأوقاف حيث يكون هناك المزيد من العائل ونفتح مزيد من فرص العمل. أنا بدي أطرح سؤال. نتخيل لو أن الجسر، إحنا طبعاً جزيرة تحيط بنا المياه، المناخذ اللي عندنا منفذ البحر عن طريق الجسر وحركة المرافق وطبعاً منفذ الجو. مصادر غذائنا بالدرجة الأولى تعتمد على المنافذ. كنا بلد مليون نخلة. كان عندنا مصادر الثروة السمكية تعتبر من المصدر الرئيسي للغذاء، الآن ما عارفوا المصدر الرئيسي للغذاء. فمصادر كان عندنا العيون، طبعا انتم عارفين تركيبة جيولوجية البحرين واللي قال عنها قلقامش في مقولته المشهورة انه بلد لا يشيب فيها رجل ولا تهرب فيها المرأة. ليش؟ جيولوجية تغيرت. احنا البحرين جيولوجياتها تقع طبقة صخرية بين طبقتين صخريتين في طبقة مياه عذبة، لذلك نشوف اي نقاط ضعف في الطبقة الصخرية العليا تطلع لنا المياه العذبة شكل عيون، شكل كواكب داخل البحر. مع التغيرات، وانا ما راح اذكر الاسباب راح تفضلها لنفسي، سواء بفعل البشر او غير البشر، المياه الجوفيه الموجوده اختلطت بالمياه مع مياه البحر وتحولت من مياه عذبه لا يحرم بسبب السبب اللي نحن ما نحرم او البحر ما يحرمون هو المياه العذبه. اختلطت مع المياه المالحه، وبالتالي اهم مصدر للزراعة أو أهم عصر تقوم عليه الزراعة المياه خسرنا. فمقومات الغذاء عندنا معظمها تأثرت سلبا، سواء كانت المياه أو كانت الأراضي الزراعية أو كانت الثروة السمكية. فإذا إحنا علينا أن إحنا نوجد مصادر غذاء. الآن كل مصادر الغذاء عندنا لو تكون من الخارج، فإيجاد مصادر للتغذية لابد ان احنا الاوقاف تبدا تفكر بها، وقد تكون هي احد اولوياتها بحيث ان هي تسد حاجه المجتمع. لم يوجد الوقف الا لسد حاجه المجتمع، فاذا الوقف لا يعمل لسد حاجه المجتمع الاساسيه فانا اقول لكم هو غير فاعل. لذلك نتطلع لمزيد من الدراسات للقائمين على الوقف، مزيد من الدراسات لحاجات المجتمع. عليه انه يحدد اولويات احتياجات مجتمعنا، ثم يقوم بعمليه سلسله لها، يعني وضعها في سلسله ترتيبيه، ومن ضمنها توضع الخطط الاستراتيجيه لتحديد اولويات دعم الاوطان. وضع خطه استراتيجيه، الوقت موجود ومستمر، وهذا نفس يعني شيء موجود عند كل انسان. ثقافه. ثقافه.
ولكن شلون توظف هذه الثقافة بناء على خطة استراتيجية لها أهداف بعيدة المدى وأيضا قصيرة المدى تفيد المجتمع في الوقت الحالي؟ في السنوات السابقة كانت هذه الأمر ترفي، الآن أصبح أمر واقع لأن أو أصبح أمر ملزم. واللي أقوم واللي ما دام يعني أصبح هناك ضرورة كقاعدة ضروريات معروفة في القواعد الفقهية تصبح لها أولوية، إذا لابد أن يعني يلتفت الفقهاء والقائمين على الأوقاف في عملية أولويات الأولويات. على حسب الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والأوضاع يعني بشكل عام اللي هي تكون المجتمع وتكون حياة المجتمع اليومية شلون قاعدة تمشي، فبناء عليها يصير اختيار الأولوية لكل جانب من جوانب الوقف وين ممكن يوظف وين ممكن يوفر فائدة أعم وأصلح للمجتمع بشكل أكبر. أعتقد وصلنا معاكم إلى نهاية المحاضرة والندوة اللي قدمتها من الأستاذة العزيزة نجوى عبد اللطيف جناحي، يعني شملنا عدة نقاط بالحديث الشيق معاها، أشكال الوقف وأنواع الوقف وتعريفه وين ممكن نستثمر أموالنا بالشكل الصحيح اللي تنعكس على المجتمع بشكل أفضل. إذا في كلمة تحبين تختمين فيها أستاذة العزيزة في تخص النقاط؟ في قاعدة أنا أؤمن بها أن المجتمع يجاوز جراحة بنفسه. فمن خصائص المجتمعات أنها قادرة على أنها تعالج نفسها بنفسها. فإذا كانت في هناك من المجتمع ظل يطالب بالإصلاح أو معالجة مشاكله بطرق مختلفة سواء كان من الخارج أو من الجهات المسؤولة أو إن كان، فأنا أقول لكم مجتمع لا زال يحتاج لعناية ورعاية بحيث أن يكون قادر على أنه يقيم نفسه أو يعالج نفسه بنفسه. أنا من يومين كان عندنا أحد القضايا ووجدنا أنه وجد المجتمع بنفسه وأوجد الحل، فكنت أقول لهم هذه دليل آخر على أن المجتمعات هي قادرة على علاج مشاكلها وعلى علاج جراحها بأنفسها.